عسلامة عسلامة لبس الحمد لله. قد ملنا روح؟ صابرين من جمال، عمري 21 سنة. مرحبا بيك صابرين. موضوعنا آخر إحصائيات تقول إنه 16,000 حالة طلاق سنويا في تونس، شنو الأسباب؟ هل أصبح فما استسهال الانفصال؟ والله بالنسبة لي حسب ما نشوف الطلاق كثر على الأخر أكثر من تتساوي، خاطر وين تمشي المحكمة ديما معبية طلاق مشاكل. على أقل حاجة يكون شي حتى عايط عليها تهز روحها وتمشي تقدم قضية. معني هل صحيح إنه من أسباب الطلاق إنه ما ياخذوش الوقت الكافي للتعارف قبل الزواج؟ لا ساعات تقاموا ياخذين 4 سنين وخمسة سنين مع بعضهم قبل العرس، ومن بعد ياخذوا من غدوة تقاها تتصدم. معناها تقول هذوما ماشيين يطلقوا تتصدم. فما حاجات ما يعرفوهاش على بعضهم قبل الزواج؟ والله يوم كلهم يوري في وجه السوق، كيس سواء الطفلة كيس سواء الطفل، قبل العرس يوري وجه السوق وبعد توري ترى وجه آخر تتصدم فيه. معناها كيفاش؟ معناها سواء من المرأة أو من الرجل، يعني من هوني ما نش نلوم على طرف معين. لا ما نلومش على طرف بركة، نلوم على الزوز، خاطر ساعات تكون الغلطة من المرأة كيما ساعات تكون الغلطة من الرجل. نبداو بالرجل؟ اي الراجل يوريك وجه سوق محليه وعسل الدنيا وندري شنو، وبعد ما غدو يقوم يضرب يخبط في مرته، اش معناها سامح هذا راجل. كيف المراه توريك وجه سوق عملتهم الكل جوها بين درا شنو، من غدو تلقاها تعمل في شيء معناها في قبيه تخون فيه ما نعرفش شنو، يتلز هو الطلاق. شنو اخر يعني فما اشكاليات هكا تعترض لي كوبل بعد الزواج؟ شنو هو الفرق حسب تجربتك؟ شنو الفرق معناها؟ انطلقوا من تجربتك الشخصيه، العلاقه في فتره الخطوبه تختلف على الحياه الزوجيه؟ بيان سور اكثر من العسل معناها، حتى في فتره الخطوبه فتره الزواج فتره الكل اكثر من العسل. تدخل بيناتكم لم تدخل بيناتكم مرت الحومة كيفاش يقولوها الجارة، تدخل بيناتكم منعرفش يعني بنت العم بنت الخال متاعو بيان يدخلوا بخربين الديار. معناها النساء دي ما عندها حتى شيء في حياتها تعملو كان تخرب الديار عادي، زاد ينجم يكون شوية من البو شوية من الخو شوية ساعات الراجل يوصل يكره مرته يتعارك مع مرته على خاطر ده وتلقى فما شيرة جيست هانما يحبوا اخرج علينا بركه فهمت. نعرفش وقتاش ما تتفهمش الزوجه مع عائله زوجها، وقت اللي هي تبدا عاملتهم الكل معاهم وعامله الباهي الكل معاهم وهما لا. معناها ما نعرفش يعني هي تقى مسكينه عامله كل شيء معناها على خاطرهم باهي وتعمل في الباهي معاهم تشري توكل تعملهم الكل، وهما تقاهم في ظهرها يشدوا الراجل مرتك بها مرتك عليها مرتك عملت مرتك زمرت مرتك ما يغطيو. شنو غالمو الراجل يسمع ولا يتلف؟ اسمعني فما برشا رجال بوظنين اختي حتى ما فماش حاجه قد النمالة يردها قد القرلو من الاخر. معناها جنرال مارا هو الراجل ديما بوظنيه ديما يسمع يصدق ما يرد شين ويصدق الراجل فهمت شين يعرف ش عنده نورمالمون هو يعرف ش عنده، اما بلي شويه منه سيء عاده يولي يصدقهم هما وعش يصدق مرته. معناها والعباد هذه تزيد فيه ياسر معناها. اي انت متزوجه عمرك 21 سنه؟ اي متزوجه. ترش روحك صغرونه؟ اي صغرونه. اي نوجه تحيه لراجلي الساعه هو في فرنسا. اي نوجه في تحيه لراجلي اللي هو في فرنسا تو يتفرج فيا نورمالمون. تحب تقول له؟ نحب نقول له نحبك برشا. تزوجتوا عن حب ولا؟ اي عن حب. اي ما كانش زواج تقليدي؟ لا عملنا زواج كي الناس الكل معناها 7 ايام وسبع ليالي. عايشين معناها عشنا كل عباد عشنا كل عباد. قديش عندك متزوجه؟ قديش عندي متزوجه من 2018 خمسة سنين عرس. كيفاش كانت التجربة؟ تجربة محلاها على الأخ، تجربة فيها برشا حاجات محلاهم وكيما فيها برشا حاجات زادا مخيبهم. كيفاش تكون غولاسيون أ ديستونس؟ صعيبة برشا. يا الغربة يا خوانا بالرسمي معايا. هو متغرب. إي الغربة خوانا برشا والبعد خايب على الأخر، أما البعد بلي راهو يزيد يحبب. فهمت؟ مش ديما. مال اكثر يزيد يحبب عندي يعني البعد يحبب ما نعرفش عادة عند الناس. ايه كيفاش وافقت انك تعرس بشخص بعيد عليك؟
لا لا ما كانش بعيد عليا وقتاش بعده بعد البريود هذيا، اما اني كنت معارسه به معناها كان بحذايا. كنتوا عايشين مع بعضكم يعني؟ اي عشنا مع بعضنا، عشنا اصعب من اللي عشنا عمي يعني صعيبه شويه انه كان يعيش معكم بعد مشي. لا لا ميسالس تستانس عادي عادي تستانس. فما بروجرام انك تمشي تسافر بحذيه وتعيش حذيه؟ ابيانتو ديجا هذاك فاش نعمل. كيفاش تكون التجربة هكا بتاع زواج وانتي طفلة صغيرة؟ طبعا عندك 5 سنين، يعني عمرك قديش عمرك عرست؟ عمري عرست 18 سنة محليه على الاخر الاكسبيريونس ننصح بيه. حاسيلو كيما قلت لك حاجه ننصح بها على الاخر محلاها كي اكسبيريونس، معناها عرفت تبنيو حياتكم وملي انتم صغار مع بعضكم تكبروا مع بعضكم وتعملوا الكل مع بعضكم، معناها محلاها تكبر معاه فهمت فرد دار انت وياه. ميلا شنو هو الاسباب اللي تخلي الشباب اليوم خايف من الزواج؟ مش شيء اللي يشوفوا فيه، من برشا حاجات يشوفوا فيها، من برشا حاجات في الشارع وفي البلايس كيف شنو؟ كيما يشوفوا في برشا بنات تشرب، برشا فما راجل يقول لك ما تساعدنيش ناخذ وحده تشرب، من حقه، ما تساعدنيش ناخذ مراه ما نعرفش يعني اش تعمل. اما اكيد مش الفتيات الكل يشرب. بيان سور مش الفتيات الكل، ما قلناش الكل احنا، ما فما نسبه بارزه معناها، ومشني معناها مانيشني كونتر امورهم معناها في حياتهم، اما رجال توا يقول لك ناخذها تصلي ومتدينه وما نعرفش شنو. رجال والزمان. مثالش باش تنصح الشباب اللي مازال عازف عن الزواج؟ ننصحهم يجربوا مثالش، وكان ما مشاش معاهم الزواج يطلقوا. بالرسمي معناها شنو باش ننصحهم ما يعرفوش الجمله يجربوا هكا. ميرسي عايشك باي باي.